الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم على أول ليسون النهاردة عندنا في المنهج، بنتكلم عن فريكشن. فريكشن يعني الاحتكاك. ولو جينا بصينا يا أولاد للفريكشن هلاقي إن الفريكشن ده عبارة عن فورس. يبقى أصلا الفريكشن ده عبارة عن فورس. أي جسم بيتحرك يا شباب بيأثر عليه قوتين. أي جسم بيتحرك بيتأثر عليه قوتين، قوة force in the same direction اللي احنا بنسميها force في نفس اتجاه الجسم اللي هي movement force. يبقى في قوة بتسبب الحركة اللي هي ايه؟ movement force، تمام؟ وفي force تانية اسمها ايه؟ ها؟ friction force. والfriction ديت بتبقى دايما يا شباب ها؟ in the opposite direction of the movement. يبقى أنا ما أعرف الفريكشن، الفريكشن occur between two objects، two objects. والtwo objects دولت مالهم يا مستر؟ ها؟ touch each other، touch each other. التwo objects touch each other يعني إيه؟ in contact. التwo objects in contact يعني إيه؟ touch each other. And it affects in the opposite direction of the movement. بتأثر في اتجاه عكس اتجاه حركة الإيه؟ الجسم. يبقى الفريكشن لو انا جيت عشان اشوف الديفينيشن بتاعه، مش عايزك تستعجل في الديفينيشن ومش عايزك تحفظ، عايزك تفهم. هقول ان الفريكشن دي فورس ذات اكزيستس بتوين تو اوبجكت تاتش ايتش اذر اند ات افكتس ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف ذا موفمنت، افكتس ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف ذا موفمنت. طيب يا مستر اوبوزيت دايركشن، هو الفريكشن كوزز ايه؟ قال لي الفريكشن causes ها causes slow down of object slow down and object and and stop object. هو اللي بيوقف الأجسام. الأجسام كانت في حالة movement اتحولت إلى إيه؟ إلى stop، وقف حالة الجسم من مجرد إن هو movement من الجسم ده في ان continuous movement في حاله حركه مستمره by friction it decreases its ايه؟ its movement، صح؟ decreases its speed. طيب يا مستر لو جينا بصينا للتايبس يا شباب هلاقي التايبس ثلاث حاجات. في friction between solid ايوه، في friction between solid and air، الجسم ممكن يتحرك في الهواء. وفي friction between مين يا شباب؟ ها solid ها and water، friction between solid and water. طيب solid air solid water، الفريكشن اللي هيبقى بين solid هسميه friction height، مفيش مشكل. بين solid object and air هسميه ايه؟ air resistance. هسميه ايه يا شباب؟ air resistance. والفريكشن اللي هيبقى between solid object and water هسميه ايه يا شباب؟ water resistance. طيب يا مستر اول حاجة هناخدها النهاردة اهو، معلش في السبورة بقى، friction between solid. في factoring friction between solid، ايه الفاكتورز دي؟ اول حاجة الفاكتورز affecting كنا بنغنيها مع بعضنا ها surface area speed of the body type of material تالت حاجة من يقول لي speed of body. طيب أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي ال type of material. type of material عند ال material يا شباب ممكن تبقى rough surface و smooth surface. rough surface الفريكشن increases between rough surface increases. يعني انا لو جبت جسم rough وجسم rough يعني جسم خشن وخشن هيبقى الفريكشن كتير. طيب friction decreases between smooth surface decrease friction. جبت حاجه ناعمه وحاجه ناعمه الفريكشن هيقل. يبقى الفريكشن increase between rough surface decreases between smooth surface.
speed of body. قال لك بقى ال speed of body او surface surface area الاثنين بينهم وما بين بعض فاكرين واحنا بنشرح قلنا ايه؟ قلنا ما بين ال speed of body وال surface area، ما بين ال speed of body والفريكشن وما بين السيرفيس اريا والفريكشن قلت ايه بقى؟ قلنا ايه؟ دايركت ايه؟ بسميها ايه يا شباب؟ دايركت ريليشن. علاقة أرضية. يعني ايه دايركت ريليشن؟ يعني by increasing speed of body by increasing speed of body friction increase by increasing surface area friction increase. صح كده؟ دي increase increase decrease decrease increase increase decrease decrease.